الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع موضوع غريب تحت عنوان أشكال الجنون Types of Madness and Mania. هذا الموضوع يدرس في إطار فلسفة التنمية وما هي النفسيات التي عادة تسود في الدول المختلفة والتي تؤدي إلى رقيها أو جنوحها أو دمارها واندثارها. الآن دعني أقدم من خلال هذه الأسطر وأقول خلال خبرتي التي تمتد لنحو 50 عاما من التعامل مع جموع مختلفة من البشر في أمريكا وأوروبا والمنطقة العربية وبعض دول آسيا، كنت أرصد تصرفات البشر وسلوكهم المادي والنزعات النفسية التي بانت عليهم. خلصت إلى بعض أشكال السلوك التي يمكن تصنيفها تحت شكل من أشكال الجنون Madness or Mania التي يعاني منها الكثير وإن لم يلاحظوا على أنفسهم هيمنة الأمراض على أقوالهم وأفعالهم. الآن ليس بشيء جديد أن نقول بأن علماء النفس، صنف علماء النفس والاجتماع الغربيون ما يزيد عن 100 شكل أو 100 شكل من أشكال الجنون. هذا ليس يعني شيء جديد، هذه الاكتشافات بدأت من العام 1887 وإلى هذه اللحظة ما زال علماء النفس والاجتماع الغربيون يحاولون تصنيف السلوك الذي يجنح إلى الجنون والهوس. فإلى هذه اللحظة صنفوا ما يزيد عن 100 شكل من أشكال الجنون مينيا، تمتد من وسواس وجنون النظافة أبلوتومينيا، مرورا بجنون وهوس بالجنس أفروديسيمونيا، وتابعها حب ممارسة الجنس إرتورومينيا، وجنون طحن الأسنان بروكسيمينيا، وجنون ووسواس الروح الشريرة كاكودومينيا، وجنون حب القتل دكنومينيا، وجنون عبادة النفس إيغومينيا، وهوس وجنون بالمنصب العام، سبحان الله، بالمنصب، حب المنصب، حب الكرسي إمبليومينيا، وهوس وجنون حب السرقة كليبتومينيا. هذه تمتد يعني أشكال الجنون بالمئة من هذا الهوس بالنظافة إلى الهوس بالسرقة. أستطيع أن أصنف الآن كما لاحظت في كثير من المناطق التي عشت بها في الولايات المتحدة، بكاليفورنيا، عشت بنيويورك، في مناطق أوروبا، بريطانيا، عشت مدة بسيطة في اليابان، في الصين، أستطيع أن أصنف أخطر 21 نوعا من الجنون والهوس على سلوك الأفراد دون أن يشعروا بها. وهذه الأشكال منتشرة عبر البلدان والقارات وليست محصورة في بلد ما أو محصورة في عرق ما، لكنني لاحظت بأنها أقل حدة في المجتمعات المحافظة. إذن لاحظوا الانفتاح أو ما يسمى بالتحرري الليبراليزم قد تؤدي إلى يعني انتشار أشكال جنون مختلفة. نتابع، هذه فقط الصور التوضيحية، انفصام شخصي. لاحظوا هنا هذه المرأة هنا تبكي وهنا تضحك، ويعني ماسك القناع، يمكن أن تلبس قناع الفرح، يمكن أن تلبس قناع الحزن في أي لحظة. تبدل المزاج بسرعة، هذا الشخص هنا قناعين، هذا العبس أو العبوس وهذا الفرح، وهنا شخصيات متعددة للنفس ذاتها. لاحظوا هنا هذا غاضب، هنا وسطي، هنا يضحك، والوهم والظنون وهكذا. فهنا الآن أشكال الجنون، أي الفئة الأولى أشكال الجنون، أول نوع من أنواع الجنون جنون حب الذات وتقديسها، إيغومينيا، هاي 21 اللي صنفتها، إيغومينيا حب الذات تقديس الذات، وهي طبعا غالبا ما تسيطر على بعض قادة الدول بأنه إنسان عظيم جدا، لأنه الآن كل الجماهير خاضعة له، يعني طواعية أو كراهية أو كرها، فهذا يصاب بهذا الجنون الغريب اللي هو جنون حب الذات تقديسها، لأن الناس كلها تصفق وتمدح به. النوع الثاني جنون حب المنصب العام، هذا يعني حالة تسيطر على كثير من الأشخاص، حب السلطة،
وخاصة إذا كان فيها امتيازات كثيرة. فاسمها إمبلومينيا، الكلمات اللاتينية هاي، إيجومينيا من إيجو اللي هو النفس، وإمبلوي اللي هي من العمل والشغل. فهي إمبلومينيا جنون حب المنصب العام اللي هي الوظيفة العامة، هنا جنون حب العرق ومن الجلد، التفرقة العنصرية الإقليمية الجهوية، الأبيض أسود جنوب شمال، وما هذا إثنومينيا، هذا شكل من أشكال الجنون. هنا جنون الوهم، هابرومينيا الوهم، الوهم بأننا أنجزنا، بأننا قمنا، بأن يعني شخص يدعي أنه أنجز كان عظيما كذا كذا كذا، فهذا بسميه إحنا مصاب بهابرومينيا. هنا جنون حب المادة اللي هي ماتيرياليست، الماتيرياليزم، هايلومينيا. هنا جنون حب الأوثان، أيدلومينيا، هي تسيطر على الشعوب، إنها إذا تعلقت بزعيم معين مثلا بالصين، أتذكر إنه ماو تسي تونغ كان ينظر له بأنه إله، بأنه وثن. فهذا جنون حب الأوثان، أيدلومينيا. جنون حب السرقة، هاي مسيطر يعني تصيب كثير من الناس، عندهم عشق بالسرقة مهما كان، من الدبوس حتى أكبر شيء يمكن الحصول عليه، كليبتومينيا. وهنا جنون العظمة، هي بتصيب كثير من الأشخاص، ميغالومينيا، جراندو أو ميغالومينيا، هذا شكل من أشكال الجنون اللي يلاحظ. طبعا هتلر كان عليه هذا، يعني مصاب بهذا الجنون ميغالومينيا، وكثير من الزعماء حول العالم. جنون الشعور بالدونية، مايكرومينيا، اللي هي مرات inferiority complex، هذه أو الشعور بالدونية، مايكرومينيا من مايكرو قليل يعني. جنون التعلق بفكرة واحدة أو بفكر واحد، مونومينيا، هنا اللي هو يعني أحادي الفكر هذا، فهذا نوع من أنواع الجنون، يعني لا يأخذ أفكار متعددة وينتقيها ثم يقرر ما هو الأفضل منها. فكثير من الحكومات تقع بهذا الشكل من الجنون. جنون التعلق بالقليل من الأفكار، أوليغومينيا، من أولي قليل باللاتيني، أوليغومينيا اللي هو جنون التعلق بقيم الأفكار. نتابع على الفئة الثانية الآن، هذا حب الآن القتل، هذا حمل السكين. هنا حب كثرة الضحك، لاحظوا لي أشكالها، هنا التعلق بالحزن، وهنا حب الحروب. هذا الآن طبعا الصهيونية مغرمة، يعني مصابة، الصهاينة مغرمين بهذا الشكل من أشكال الجنون. فهنا الفئة الثانية، هذه أشكال الجنود. هنا جنون الرغبة بتكرار كلمات معينة، أونوميتومينيا، اللي هو يعني سيدي 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 سيدي، حبيبي حبيبي حبيبي، أنت الشيخ أنت الشيخ، وهكذا لاحظت على كثير من الناس. جنون أخلاقي، هنا بسرعة أخلاقي، هذا باثومينيا، باثومينيا هنا جنون حب القتل، فونومينيا، هذا الآن كثير بيصيب يعني كثير من الناس سبحان الله، دون أن مثلا يقتل إنسان بينه وبينه خلاف، لكن بدون هيك يقتل، حب القتل، هاي في الولايات المتحدة لاحظوها على العشرات من القتلة. جنون حب مخالفة الأعراف والتقاليد، بلانومينيا، خلاص أنا بدي يعني قررت إني أخالف التقاليد والأعراف، فبكون هذا الشخص مصاب بجنون حب مخالفة الأعراف والتقاليد الاجتماعية. جنون حب المال، بلوتومينيا، المال المال، سبحان الله، وتحبون المال حبا جما، فهذا يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن الكريم، لكن العلماء قالوا عنه شكل من أشكال الجنون، وأعتقد بأن الله هو الصح والحق والعدل، فهو شكل من أشكال النزعات البشرية لحب المال. جنون حب الحروب، هذه الصهيونية، بلينومينيا، حب الحروب، بحب يشن حروب فقط من أجل السيطرة. جنون حب السياسة، بوليتيكومينيا، من بوليتيكال، بوليتيكومينيا. هنا جنون حب الكذب، سيدومينيا، في ناس مغرمين بالكذب مهما كان، حتى لو كان إماما أو قسيسا أو حاخام في صومعته أو شو ما كان، في بحب الكذب، فهذا مصاب بجنون حب الكذب اللي هي سيدومينيا. جنون ظن الشخصي بأنه عبقري، هذا لاحظت على كثير من أساتذة الجامعات بالغرب، هنا في المنطقة العربية، سوفومينيا. وأخيرا جنون الظن بأن الشخص إله، ثيومينيا، من ثيو ثيولوجي، إلهيات، ثيو إله، جنون الظن بأن الشخص إله. هذه الأشكال 21 أحببت أن أشارككم بها أحبتي المتابعين والطلبة، حتى يعني تعلموا.
هناك قول أمريكي ليتني كتبته في البداية، قول يتداوله كثير من علماء النفس، بيقولوا فيه أنه من كل 4 أمريكيين 3 منهم مجانين أو مصابين بمرض نفسي. فشخص يخاطب الآخر بيقول له عليه، فبيقول له عليك أن تثبت بنفسك، ربما أن تكون واحد من الثلاثة. إذا يعني فقط من 350 مليون، إذا التصنيف صدق، فقط ربع ال 350 او 360 مليون عقلاء راشدين، والباقي في عندهم يعني يعانون من شكل من اشكال الامراض النفسيه. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، رجاء ان اكون قدمت لكم الفائده. احبتي الطلبه والمتابعين، والى مقطع اخر باذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.